السلام عليكم. منذ قليل المستشار مرتضى منصور عمل فيديو على صفحته واتكلم كلام مهم جدا، 3 دقايق، فيديو 3 دقايق هتسيبه لكم في نهاية الفيديو، هتسمعه في نهاية الفيديو وهتعرف المستشار مرتضى منصور قال ايه بالظبط. بس في البداية المستشار مرتضى منصور خبط شوية، خبط هو في البداية طبعا شكر اللعيبة، وطبعا يعني وجه رسالته لجمهور نادي الزمالك: يا جمهور نادي الزمالك ما تزعلوش على التعادل بتاع النهارده، اللعيبه رجاله، اللعيبه ان شاء الله باذن الله هتاخد الدوري وهتاخد الكاس، وانا اللي هشيلهم باذن الله وانا اللي هرجع. وبعد كده بقى ايه، بعد كده دخل في الرسائل اللي وجهها، وجه رسالته لوزير الشباب والرياضه، قال كل الكلام اللي انت بتطلع تقوله مع مدحت شلبي، وهنا 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 وهنا، الكلام ده كله كلام مش صحيح وباللوائح غلط. وبعد كده بقى وجه كلام ودخل بقى في نواحي سياسيه، وقال انا المصالحه مع قطر، وانا بعد كده هكشف ليه وزير الماليه القطري بس هو اللي جه مصر ومفيش اي مسؤول تاني جه. وبعد كده اتكلم على رسائل تانية، اتكلم على خالد الغندور، وقال خالد الغندور هكشف ازاي خالد الغندور كان بيتحايل عليا وبيعيط عشان اشغله وعشان ازود له مرتبه. وبعد كده اتكلم بقى مرتضى منصور ان هو الفترة اللي جاية هيطلع بقى، وفي كلام تاني وفي كلام مهم جدا، والكلام ده كله يا رب ما اكونش ناسي حاجة. وقال كمان اسألوا محمود علاء وعبد الحليم علي واشرف قاسم عن الظلم اللي في الفريق، لان الفريق فيه ظلم. معرفش المستشار مرتضى منصور يقصد ايه بالظبط من الكلام ده، معرفش هو في ايه في دماغه، بيبعت رسائل لكل حد، رسائل سياسيه بعتها، لان اعتقد المستشار مرتضى منصور هي قصته سياسيه مش مخالفات ولا الكلام ده كله. هو الراجل في حاجه يعني معينه هو يعني بيحاسب على المشاريب او بيدفع حسابها كده زي ما احنا بنقول، انما هو الموضوع مش رياضه، مش مخالفات، مش الكلام ده كله، لان زي ما قلنا مش عايزين نكرر كلامنا. الاهلي مليان مخالفات، بادجي وجيرالدو لسه 5 مليون دولار لو انت عاوز تجيب مخالفات. وحته خالد الغندور دي غريبه، يعني خالد الغندور هو زعلان منه ليه؟ اعتقد عشان خالد الغندور بيطلع يتكلم كلام كويس على اللجنه اللي موجوده، وان هو ما وقفش نفس او ما خدش نفس الموقف اللي خده احمد جمال، والموقف اللي خده طارق يحيى في البداية لما طلع وهاجم اللجنة لما كانت مش قادرة تجدد للعيبة. فأعتقد هو عشان خالد الغندور بيشكر في اللجنة دي بشكل مستمر، أعتقد إن المستشار مرتضى منصور يعني اداله شوية حلوين كده. وحتة محمود علاء وأشرف قاسم وعبد الحليم علي، اسألوا محمود علاء، هتسمعوها في الفيديو كمان شوية، مش عارف المستشار مرتضى منصور كان يقصد إيه بيها. يلا نروح نسمع فيديو المستشار مرتضى منصور، واشوفكم على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير الزمالك العظيمة وشعب مصر الجميل المحترم، أقول لكم كل سنة طيبين. أنا بقالي فترة مش عايز أرد علشان ما يحصلش أي دروب مع الفريق يقول لك هو السبب. أنا بس عايز أفهم جماهير الزمالك إن ولادنا ولاد رجالة ولاعيبة جامدين، ومش مشكلة يتعادل الماتش أو حتى يغلب ماتش. إن شاء الله الدوري السنة دي بإذن الله للزمالك، بإذن الله إن شاء الله، وإن شاء الله أنا بأمر الله إن شاء الله أنا اللي هشيل الدرع وهشيل الكاس. وده المطوشه دي كلها بتاكد ان الزمالك القوي الجميل المحترم دون كان هو اللي هياخد بطوله افريقيا لولا المؤامره، عشان انا اخد ما اقفش على النص. انا متحمل اكاذيب كتيره، كل اللي بيتقال من مستحقات لاعبين يد وسله وقدم كل اكاذيب. وللاسف كل اللي قاله السيد الوزير مع احمد موسى قريب، بس الناس ما شافتوش انا شفته، او مع مدحت شلبي، كله للاسف كلام غير حقيقي وكلام غير قانوني وكلام اي كلام في العجايز. هرد باذن الله ان شاء الله. ومن طول عندي بقى كلام عن قطر والمصالحه الاخيره والرجوع، وليه وزير الماليه بس هو اللي جه، عشان ايه الغرض منه، واللي قاله هاني مهنا في عن سجن المزرعه دول، لان انا شاهد يعني كل هيترد عليه ان شاء الله باذن الله خلال يمكن يوم او يومين او ثلاثه بكثير. لكن انا النهارده كنت على فكره عامل فيديو بس حزين من ماتش النهارده، لانه مع احترامي لفريق اسوان مش الزمالك اللي اتعادل مع اسوان، انما في احداث كتير حصلت مع الفريق هي اللي خلت تبقى النتيجه كده. اسالوا محمود علاء، اسالوا عبد الحليم علي، اسالوا اشرف قاسم، اسالوا عن العداله اللي بتهم. مفيش عداله. فجمهور الزمالك كل اللي بتروح على الصفحات اكاذيب، كل اللي بيتقال في القنوات اكاذيب. ورحمه امي يا خالد الغندور،
نسمع مصر كلها وانت بتعيط علشان اشغلك وانت بتعيط علشان ازودك. هسمع مصر كلها ان شاء الله خلال يومين ثلاثه باذن الله بكتير، لان انا النهارده كنت طالع اتكلم بس حزين يعني مش مبسوط من الماتش النهارده، لكن بقول لاولادنا لا اجمدوا، انتوا عندكم الماتش المقصه جاي وبعدين الاسماعيلي وبعدين الاسماعيلي وبعدين الاتحاد السكندري، ربنا يكرمكم ان شاء الله باذن الله وان شاء الله تاخدوا الدوري ان شاء الله. بقول لجمهور الزمالك ما تحزنش، فريقكم قوي وعندكم مدرب محترم ان شاء الله خير باذن الله. اما كل الاكاذيب دي بقى انا هرد عليها بالمستندات عشان الكلام اللي بالهوى تبطل الهوى، وعشان المرتشين يبطلوا، وعشان العيال اللي طلعت تولول، اصل في اجهزه في الدوله كانت مسلطاها ووعداها وخلفت وعدها، هفضح كل ده ان شاء الله بالمستندات. وكل شعب مصري طيب وكل ضابط وعسكري شرطه طيب، عيد الشرطه ان شاء الله اللي هو يوم 25، ما عنديش حاجه اسمها ثوره 25 يناير، عندي ثوره الشرطه في سنه 52 لما تصدوا الانجليز في الاسماعيليه، ده يوم 25 يناير، انما فيما عدا ذلك ما بنحتفلش. كل سنه طيبين يا شعب مصر، وهرد على كل الاكاذيب بالمستندات عشان الكلاب بتهوهو تصمت الى الابد. شكرا.